احنا النهارده هنستكمل ملفنا اللي فتحناه وتبنيناه الحلقه اللي فاتت، وهو ملف موضوع السيارات واسعار السيارات والتوكيلات والى اخره. اساس الجدل المثار في الاونه الاخيره كانت هي الشراكه، اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي. طيب اللي هي وصلت بينا بعد حوالي 15 او 17 سنه الى ان زيرو جمارك على العربيات وبالتاكيد على الحاجات الثانيه. مين كان بيرأس الجانب المصري في هذه المفاوضات اللي المفروض هذه الاتفاقيه معموله لخدمه 100 مليون مصري، للاسف تم اختزالها لخدمه الوكلاء اللي هم 16 17 20 30 واحد. من قام وقاد فريق مصر في الاتفاقيه دي معالي السفير جمال بيومي. حقيقي الاتفاقيه دي فتحت افاق جديده للتعاون بين مصر والدول الاوروبيه، وساهمت في زياده حجم التجاره، وكمان هي اللي وصلتنا لزيرو جمارك على السيارات الاوروبيه. الدوله بتبذل مجهود كبير جدا للتخفيف عن معاناه مواطنيها. فيجي النهارده زي ما احنا شفنا كده، يجي النهارده، ما انا بتكلمش دلوقتي حالا بس عن السيارات فقط، واضح الموضوع اكبر من كده. واضح الموضوع ان فعلا الاتفاقيه بتسري على جميع المنتجات الاوروبيه اللي بتخش مصر. طب احنا ليه بنلاقي المنتجات دي اسعارها 3 و4 اضعاف الدول اللي جنبنا، على الرغم ان احنا الدوله تنازلت على جزء كبير من حقها في الرسوم الجمركيه وي الى اخره عشان توفر هذه السلع لل 100 مليون مصري او للمصريين باسعار مناسبه عشان يقدروا يعيشوا. لكن كون ده يتقلب كده ويتاخد ويبقى مسخر فقط لمجموعه من الوكلاء، ده كلام لازم نقف عنده. احنا بنحاول نجيب معالي السفير جمال بيومي على التليفون، لكن احنا ممكن يبقى ننتظره لما يجي او يخش معنا في المداخله. زي ما قلنا ان الشراكه مع الاتحاد الاوروبي يعني تنطبق على كل شيء. تنطبق على كل شيء، بمعنى عربيات، اجهزه كهربائيه، اي منتجات تدخل مصر. والمفاجاه بقى، اعتقد النهارده سياده السفير هيفجر مفاجاه، ان في منتجات كتير زيرو جمارك من سنوات واحنا لا حس ولا خبر. طيب مين اللي كان بياخد الفرق ده؟ هو الدوله زعلتهم لما جت شافت على مدار السنين اللي فاتوا كانوا هم بياخدوا الفرق، والدولة قررت تتعامل مثلا على العربيات او المنتجات اللي تمت الصنع بالدولار السعر العادي، يا كلام تاني. عشان نعرف اكتر عن هذه الاتفاقية وابعادها معانا على التليفون سعادة السفير جمال بيومي. اهلا بيك يا فندم، ونشكرك وحمد لله على سلامتك يا فندم. يا اهلا بيك، مساء الخير. سعادة السفير، ايه هي المزايا اللي عادت على مصر واقتصادها حتى الان من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي؟ ان احنا واخدين اعفاء من الرسوم الجمركية على كل صادرات مصر منذ اليوم الاول للاتفاقية من سنة 2004. نعم. هذا ادى الى ان صادرات مصر تضاعفت 4 مرات. صادراتنا لاوروبا كانت 3 مليار دولار سنة 2003. 2010 الصادرات صارت 13 مليار. من 3 ل 13. يبقى ضعفناها اكثر من 4 مرات عما كانت عليه. تصدير اكثر معناه انتاج اكثر، معناه استثمار اكثر، معناه وظائف لاولادنا. دي اول ميزه. الميزه الثانيه طبعا بتاخد برنامج للتعاون الاقتصادي، بحيث ان مكتوب في الاتفاق تعهد الاتحاد الاوروبي بدعم قدرات مصر الاقتصاديه لدفع قدرتها على مقابله اعباء تحرير التجاره. وايضا هناك برامج للتنميه، هناك برنامج لدعم قدرات اجهزه الحكومه المصريه. زار اكثر من
300 مؤسسه مصريه ورفعه من قدرتها. المثال الجيد اللي نضربه هو مثلا مثال السلامه البحريه. جعلنا السلامه البحريه في الاسكندريه تطبق معايير السلامه البحريه الاوروبيه. في السويد بالذات ما اصبحش عندنا الحمد لله اي مشاكل في سلامه السفر بالبحر. لسه كنا بنتكلم السيد رئيس الوزراء في المانيا بيتكلم عن اننا نكتسب خبره اوروبيه في التخلص من النفايات السامه والضاره. نعم. احنا عاملين ده من سنه 2004 موجود اتفاقيه لنقل الخبرات الالمانيه في مثل هذا وعشرات جميل المشروعات. نعم. على الجانب الاخر كنا لازم نخفض رسومنا احنا على الواردات من اوروبا بالتدريج، يعني هو خفض لي فورا من اول يوم وانا بخفض له على 12 سنه بالنسبه لكل السلع الا السيارات خليناها على 16 سنه عشان نديها فتره اطول. فانت من سنه من يناير 2015 جميع الصادرات الاوروبيه الى مصر معفاه من الجمارك. نعم. الا السيارات كنا عطيناها فتره انها تقعد ل 2019. طيب حصل تلكؤ في سنه 2014 بعد ما خفضنا الرسوم. نعم. الى 70%. يعني انا اعتقد ان هناك لوبي لاستيراد السيارات، اولا اوقف انتاج بعض السيارات الاوروبيه في مصر، اثنين طالب بوقف التخفيض عند 70%، ومن 2014 ما عملناش شيء. اذا كان لازم حسب الالتزام. نعم. في يناير 2019 نكمل الخفض ويصبح الرسوم الجمركيه على كل انواع السيارات الاوروبيه صفر اعتبارا من يناير. جميل. طيب معالي السفير، وحضرتك كنت مساعدا لوزير الخارجيه وكنت تقود فريق مصر في المفاوضات الاتفاقيه الاوروبيه، انت كنت حضرتك بتعملوا هذه الاتفاقيه ليستفيد منها المصريين جميعا ولا يستفيد منها حفنه من الوكلاء والمستوردين؟ ده كلام سليم. المفروض ان ده ينعكس على اسعار السلع في مصر. نعم. وانك تجد اسعار السلع الاوروبيه اقل من مثيلاتها من البلدان الاخرى. لاحظنا عندنا اتفاق عربي ايضا نفس الشيء. فانا عندي ثلاث مناطق الرسوم فيها ملغاه، المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه والمنطقه الاوروبيه. نعم. واذا حدث ان الواردات من هذه المناطق الثلاثه غير مخفضه بالمقارنه بالواردات من بلدان اخرى فده يبقى فيه خطا في اداره السياسه الداخليه، وان ينبغي ان اجهزه حمايه المستهلك تتحرك واجهزه الحمايه من الممارسات الضاره كالاحتكار ومثله من ممارسات المضاده للتنافسيه ان تتحرك اجهزه الحكومه المصريه في هذا لتضبط ايقاع هذه المجالات المهمه. يعني انما نعم اتفضل يا فندم اتفضل. يعني انما عاوز اقول ان فعلا ان الدليل على ان الواردات من اوروبا لها يعني حدث تطور نتيجه انخفاض الجمارك ان وارداتنا ايضا زادت، وارداتنا من امريكا قلت. نعم. لان الواردات الامريكيه عليها جمارك. تمام. الواردات الاوروبيه والعربيه ما عليهاش، فزادت صادراتنا وارداتنا من اوروبا وامريكا، من اوروبا والعالم العربي وافريقيا. بالنسبه لامريكا الواردات والصادرات تراجعت. نعم. ومن هنا اصبح الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري رقم واحد لمصر، يليه الدول العربيه تليه الولايات المتحده. يمكن ومن هنا بنطالب اجهزه حمايه المستهلك. تمام. يعني استكمالا للي حضرتك بتطالب به ان تتحرك لتجد اذا كانت هناك شبهه استخدام مراكز احتكاريه ان يعني تتعامل معها. القانون هنا المصري الخاص بالتنافسية قوي، وتستطيع هذه الأجهزة أن تمارس صلاحياتها لحماية المستهلك من هذه الممارسات. يعني تحرك أجهزة الحكومة المختصة لا يخالف أي أعراف أو مواثيق؟ لا طبعا لا طبعا، لأن للمناسبة عاوز أقول أن الاحتكار في القانون المصري والعالمي، كلمة الاحتكار مش ممنوعة في حد ذاتها. فأنت عندك مثلا السكك الحديدية محتكرة، إنتاج المياه الغازية محتكر، كل ماركة محتكرة منتجة. نعم. كثير من الخدمات محتكرة، لكن اللي ممنوع مش الاحتكار، الممنوع
أن تستغل مركزك الاحتكاري لإحداث كسب لا تستحقه على حساب المستهلك، وبالتالي حماية المستهلك تقتضي منها أجهزة حمايته أن تتحرك لإيجاد التوازن لصالح المستهلك ولصالح الطبقات الأخرى. طب أنت حضرتك كيف بتتابع الزخم الموجود على موضوع السيارات حاليا، إزاي من وجهة نظرك نحل هذه الإشكالية؟ أنا الحقيقة تابعته واشتركت في بعض البرامج. أنا للأسف النهاردة كنت طبعا المفروض أكون معاك في الاستوديو لأن أنا عامل العملية النهاردة الصبح. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. فبالتالي من متابعتي أنا ألاحظ بأمانة وأرجو أن أعاتب في هذا اتحادات التجارة واتحادات الصناعة أنها لم تتنبه إلى أن المستورد المصري ادعى إدعاءات غريبة شوية، قال أن الدولار زاد. طب ما الدولار زاد على السيارة اليابانية. نعم. ومع ذلك ظلت السيارة اليابانية تناطح السيارة الأوروبية، المفروض بالعكس، المفروض السيارة الأوروبية تكون أرخص من السيارات اليابانية لأن اليابان مش معفاة. قالوا حكاية تانية أن الدولة صحيح بتلغي الجمارك لكن بتفرض رسوم أخرى على المرور، ده كلام مش مظبوط طبعا، لأن إذا فرضت الدولة رسوم داخلية هتفرضها على كل السيارات مش بس الأوروبية. بالظبط. لكن الأوروبية بالذات ستظل تتميز إنها تشال منها رسوم جمركية تتعدى 150% على السيارات. نعم. وهي دي اللي فعلا بأمانة الحال الجهد اللي عملناه أدى إلى يقظة إعلامية، وكل الصحافة وقفت في الاتجاه اللي حضرتك بتؤيده الآن. وأنا شايف إن لابد أن يحدث تراجع في موقف المستوردين بما يكفل مصلحة المستهلكين. نعم. وأيضا يستجيب للدولة اللي تنازلت عن هذه المليارات. بالزبط. لصالح المستهلكين، لا يجب أن تدخل بأكملها في جيوب المستوردين. ده حقيقي. أثقلنا على حضرتك معالي السفير، وبنشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ننتظر حضرتك الأسبوع القادم نقدر نتكلم بتفاصيل أكتر. شكرا معالي السفير.